تعتبر ممارسة الرياضة أمر حيوي بالنسبة للأشخاص اللي بيعانوا من التهاب المفاصل، هي بتزيد من القوة والمرونة وبتقلل من آلام المفاصل، بتساعد على مقاومة التعب. لحتى نتعرف أكثر على كيفية علاج آلام المفاصل عبر الرياضة وما هي الرياضة المناسبة لهالحالات، بصيرنا نرحب بالمدرب الرياضي رامي يوسف. يسعد صباحك رامي. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح يسعد خير. صباحك. يعني بداية خلينا نتعرف شوي كيف بينشأ التهاب المفاصل. هلا هو التهاب المفاصل ليش بتصير دائما مع شخص؟ لأنه المفصل هو من الأعضاء المستخدمة يوميا بكل النشاط اليومي. نحن ما فينا نعمل أي نشاط إلا ما نستخدم مفصل، ما نمشي الركب عنا بصير عليها ضغط، بدنا نشيل أي غرض بالبيت مثلا نشتغل بدنا نعمل كله راح يتحكم بموضوع الاكتاف الإيدين والركب اللي هن أكثر مشاكل بتصير عند الشخص بهدول الالتهابات. يعني بقول لك أنا معي التهاب مفصل، أنا معي التهاب شو المفصل اللي كثير عليه ضغط؟ هو دائما بنحكي عن الركبة، بنحكي عن الحوض، عن ستات البيوت لأنه شفنا في ضغط كتير على شغله مثلا بيستخدموا الظهر بيستخدموا الرجلين، فدائما بصير في عنا مشكلة كمان الكتف اللي هو بيكون عنا إصابات أكثر للشباب وخاصة بيمارسوا نشاطات قوية، يعني بشيل وزن بطبيعة عمله عندهم شيل أوزان، عنده قعدة مكتبية كمان فترة طويلة كمان بتأثر على التهابات المفاصل. هلا هو التهاب المفصل منين بيجي؟ بيجي من موضوع المفصل بيكون في عليه نقطة اتصال بين عظمين وعليه عضلات. هلا يوم العضلات وقت اللي بتتعب مع طبيعة الحياة الصعبة يكون عنده شغل الشخص أو ضغط على هاي العضلة بشكل مستمر، فالعضلة بتتعب. هلأ نهايات العضلات دائما في أوتار هي مرتبطة مع المفصل، هلأ بصير تعب زائد تشتغل العضلة بتتعب كتير، بعدين نجي عنا الأوتار بتحمل ضغط عليها، آخر مرة من هذا التعب هو يجي يوصل للنهايات العصبية. فمشان هيك نحن انا بقول لك عندي التهاب مفصل منين بيجي؟ من التعب الزائد على هذا المفصل. طب رامي فيك تخبرنا يعني شو اهم الاشياء اللي لازم الاشخاص يبتعدوا عنها والحركات يمكن لازم يبتعدوا عنها لحتى ما يصير معهم بالمستقبل التهاب مفاصل؟ هلا مثل ما بلشنا الحلقه بقول انه هي ممارسه الرياضه. هلا هي النشاط الرياضي اللي بتعمله انت وخاصه للعضلات المسانده للمفصل. يعني مثلا نحن اذا عضلات الرجلين من قويه بطريقه رياضيه رح نحكي عليها هلا بالتفاصيل. كمان نفس الشيء عضلات الجسد بشكل كامل، كل عضلتين متصلين بمفصل، نحن لازم نقوي هدول العضلات حتى نحمي المفصل ما يوصل لمرحله التعب ويصير فيه الالتهابات. تمام. طيب كوتش خلينا نحكي شوي لك عن في كثير من الشباب والصبايا، او خلينا نحكي كلهم شباب وصبايا اللي بيمارسوا الرياضه، هل بتنصحهم بممارسه لعبه حمل الاوزان او الحديد ما مثل ما بيقولوا بتساعد ولا بتاذي التهاب المفاصل؟ تمام. هلا نحن دائما في عندنا كثير هذا الموضوع حساس، يعني بيقول لك انه اذا معي مثلا اوجاع بالمفاصل انا لازم اعمل رياضه مثلا اروح على جيم او اعمل بناء اجسام او رياضات عنيفه. هلا الرياضه الحالية اللي وصلنا لها تطورت كثير، يعني احنا رياضه كمال الاجسام موجوده عند في نظريه عند العالم انه خلص بيسمع كمال الاجسام فهو فكر انه لازم يشيل اوزان كثير ولازم يصير يعني عليه ضغط على المفصل. هذا الحديث مزبوط موجود للاحتراف، بس كمان هو يعني رفع الاوزان الخفيفه وبطريقه صح هي بتقوي لك العضلات، يعني العضل تماما خاصة. تماما يعني اليوم انت فيك تستخدم نفس الاوزان نفس ما بقولوا هذا النادي ما تروح عليه على الجيم، انا بدي اروح على الجيم عشان اشيل اوزان، الاوزان الخفيفه وبطريقه صح تعطيه للعضله ما هي نحن شو بنقول لازمنا قوه. بالالتهاب المفاصل بنحكي اكثر مثل ما بلشنا الحلقه عن موضوع المرونه وعن موضوع في كثير مهم هو التحمل. يعني العضله وقت بنعمل نحن رياضه في إلى كثير عناصر للرياضه بسموها عناصر اللياقه البدنيه، هي قوه سرعه تحمل هدول القصص. فنحن وقت اللي بدنا نشتغل اكثر على التهاب مفاصل بدنا نعمل شغله هي بدنا نقوي عنصر التحمل عند العضله. فالرياضه رح تكون كيف؟ هي رياضه بسيطه بتقوي هاي العضلة، ما بتعمل حمل على العضلة كتير مشان ما يتعب المفصل اللي هو أساساً نحن في عنا فيه مشكلة. تماماً. يعني وقت تصير مشكلة عند شخص ويعاني من التهاب مفصل يفترض أنه يمارس رياضة، يمكن بعكس كتير الناس بيتوقع أنه لا ما بيسوى الحركة الزائدة، ما بيسوى أنه يكون في رياضة لهالشخص. لا، أنت بتنصح أنه أكيد يكون في رياضة مناسبة للشخص اللي بيعاني من التهاب مفصل، خبرنا عنه أكثر رامي. تمام. هلا الوقت بيكون عندنا اصابه التهاب مفصل، نحن بيجي عندنا شخص بيقول انا معي التهاب مفصل فرضا، خلينا نقول كثير في عندنا مشكله عند ستات البيوت او حتى الشباب، بتلاقي بيقول لك انا عندي مفصل هون عم يجعني كثير المرفق، يعني نحن بنسميه مرفق تنس، هو عليه كثير ضغط لانه هي العضلات كثير تشتغل باليوم فصير عليها ضغط. هلا نفس الشيء الركب مثل ما حكينا كل هدول المفاصل. هلا نحن عندنا شغله اساسيه وقت بكون عندنا التهاب، يعني وقت بكون عندنا اذيه حاليه، مثلا انا صار عندنا اذيه عم يجعني كثير، هلا بنقول انه ما اقدر اتحرك، هلا هون بكون استشار الطبيب.
بيعطي اكيد فتره راحه بسيطه، بياخذ ادويه حسب الحاله اللي صايره معه، اكيد بيكون في ادويه التهاب مشان يطيب. هلا بس هي المرحله ما لازم تطول، يعني اسبوع اسبوعين صارت الازمه مش الحاله توجعت شفت الدكتور. من بعدها كثير مهم نعمل نشاط رياضي. هلا هو هذا النشاط الرياضي بيكون في ضمن طبعا مراجعه الاخصائي اللي انت رايح لعنده الدكتور اللي يعطيك هي. بنبلش بمرحله العلاج البسيطه. اليوم انا بدي اوقف الحركه، يعني انا ريحت صار معي اذيه، معي التهاب مفصل وقفت، صار في معي تيبس بالمفصل، بيقول لك انا معي، حتى الكبار بالعمر بيقول لك انا معي مفصلي ما عم يتحرك، عم يجعني كثير. نحن ما فينا نضل انه ناطرينه ليطيب، ما راح يطيب. اوكي، مع الادويه بخف، بس حتى نعالج هاي الفكره لازم نقوي العضلات حول المفصل. هلا طريقه الرياضه هي ما فيها اوزان، هي وزن خفيف كثير. هلا اول مرحله العلاج بيكون بوزن العضلات، يعني مثلا الايد نستخدم وزن الايد بتقويه العضله، ما فينا نستخدم ولا وزن، يعني حركات بسيطه هي ضمن الزوايا المحدد فيها بالتهاب المفصل. يعني مثلا اذا عندنا بالايدين بيكون مثلا مد وبسط خفيف. هذا الشيء بيتطور كل نحن بنزيد. اول شغله نحن ما رح نزيد طبعا الوزن، رح نزيد الزمن تبع الحركه، يعني نبطئ بالحركه. هدول الزوايا بنستخدمهم نحن لمرحله محدده، بصير المفصل بس قويه العضلات بتساعده انه يقوم بالحركه اوسع، بتزداد المساحه تبعيد، يعني تثبيت الحركه. يعني المفصل بجوز اذا معه التهاب الواحد ما يقدر انه يمد مد كامل بسط كامل، او ما فيه انه يرفع فرضا الايد بشكل كامل. هلا اليوم نحن وقت اللي من اول عضلات بتصير هاي العضلات بتساعد المفصل على المد الكامل والحركه الكامله. يعني هل بيلعب دور مكان التهاب المفاصل ايضا بالتمرين الرياضي؟ مثلا اذا كان بيشكي من مفاصل الركب او الايدين بتركزوا على تمارين معينه؟ وشو الشغلات اللي ممكن ما يلعبها اللي يعني مصاب بالتهاب المفاصل؟ خاصه بنعرف انه في كثير انواع من الرياضه خاصه انتشرت بسوريا اخر شيء، حتى الرقص، الزومبا، الكارديو، السكوات، هدول ممنوعين عن هلا نحن ما فينا نحدد انه شو مثلا هي ممنوعه، لانه هي التهاب مفصل هو شيء متطور، يعني في عالم عندها حسب المرحله، في عالم مرحله بتكون متطوره كثير بالموضوع. هلا نحن شو بنعمل؟ نحن حتى اي لاعب بيكون عم يمارس حتى رياضه الحديد او حتى الرقص او اي نوع من انواع الرياضه، اذا لا سمح الله صار معه وجع او صار معه التهاب بسيط، مثل ما حكينا فتره بسيطه بيكون في رياحه، بعدها في فتره الاعداد اللي احنا حكينا عليها هي العلاج. هلا بس كل ما انت التزمتي اكثر باستمراريه العلاج، يعني مثلا ما نقطع نلعب يوم نوقف يوم، هي فتره كثير مهمه تماما. يعني احنا شو بقول لك انه انا كثير كمان في شغله بدي عليها، انه ما يضوج اللاعب او ما تضوج مثلا انه انا كنت العب رياضه كثير مثل ما حكينا، مثلا انا كنت بعمل اوزان، كنت مثلا بعمل رقص كثير، كنت بعمل نشاطات كبيره فيني شيل فينا، هذا بتضايق من حاله. بصير وقت له بدك تعمل هذا التمرين بيقول لك انا معقول مثلا بعد هالفتره اجي العب تمرين بسيط، فهو بتلاقي في عنده نفسيا انه لا بيتعب. لا، الاستمراريه كثير مهمه. يعني اليوم لانه هذا يعني موضوع العلاج هو بده فتره بسيطة لو صعبة على الشخص، يعني لو انه حس انه هي حركة بسيطة بس يعملها لتقوى العضلات ترجع تقدر انت تمارس النشاط اللي كنت تعمله من قبل. فهو في يرجع، يعني اليوم انت فترة العلاج اذا انعملت بطريقة صح، وانا اليوم قويت العضلات وعطيتها مثل ما حكينا موضوع تحمل يعني مو موضوع القوة، العضلة لازم يكون عندها تحمل حتى تقدر هي شو تعمل، اذا عملت عليها جهد عالي ما ترجع نوقع بمشكلة انه نوصل للالتهاب مرة ثانية. هلا رامي يمكن عم نحكي هذا الموضوع عن شباب والصبايا او حتى اللي بعمر قدرانين يروحوا مثلا ويسجلوا بنادي ويلتزموا فيه، كبار السن يلي كثير بيعانوا من التهاب المفاصل، شو بتنصحهم خاصه انه هن يقوموا ببعض التمارين ببيتهم او اهل بيتهم يساعدوهم فيه؟ تمام. هلا نحن حكينا مشان يعني مثل ما حكينا بالتهاب المفاصل بلشنا بالشباب والصبايا، هلا اجى دور الكبار السن. هلا كبار السن هن دائما المفصل هو شغله متآكله، يعني هو عضو عليه ضغط، حكينا مثل مثلا المفصل بيكون قدام عضو في محفظه حواليه، هذا مع العمر تتعب. فاليوم نحن بالكبار السن ما فينا نعمل مثل ما حكينا انه مثلا اصابه وعلاج ونرجع نفس النمط من الرياضه، هون لا، الرياضات تكون خفيفه، يعني بنستخدم مثل ما بلش كيف نقول مثلا فترة العلاج هون بتكون هي دائمة مع تطور بسيط. هلا كيف نحن بنحاول مثلا بنحاول هذا الموضوع نعمله بالبيت باستخدام وزن الجسم بزوايا صح بينصحنا فيها الاستشاري. يعني انا ما فيني اعمل اللي مثلا عنده مشكله مثلا بالكتف، عنده مشكله بالركب، بيعمل كيف وخاصه الكبار بالسن بيحاول يعزل المفصل اللي عم يشتغل عليه. نعطي مثال بسيط، يعني مثلا مفاصل ركبه كل ما زدنا بالعمر ما فينا نعمل تمارين على الواقف،
مثل ما حكيتي كيف مساعدة الأهل أو مساعدة العالم موجودين معنا بالبيت، فينا يساعدونا نقعد نشتغل مفصل الركبة، بنكون حركنا مثلا عضلة الفخذ اللي هي اللي بتساعد بموضوع الركبة. فالكبار بالسن كل التمارين لازم يعملوها بمساعدة إما جهاز أو مساعدة حدا موجود بالبيت بيمسك بيساعدنا مشان نعزل العضلات الباقية، مشان ما يعني ما يصير مفصل عليه وزن الجسم بشكل كامل. وبتنصح يكون في مختص معه يعطي التوجيهات؟ هذا اللي قلنا عليه، يعني مثلا اليوم نحن عندنا مفصل الركبة بده يكون المختص قايل له شو هن الحركات. ليش؟ لأنه الاختصاصي بيكون بيعرف مدى الأذية بالمفصل. فنحن ما فينا نحط له نقول له مثلا إنه نعمل تمرين هو متاح لكل العالم وخاصة كبار سن، موضوع كتير حساس المفصل. ليش؟ ولازم يكون في متابعة تقريبا كل شهر يراجع شوف الاختصاصي، لأنه الزوايا بتتطور بشكل سريع. يعني اليوم مثلا نحن عندنا مفصل فرضا الكتف، في عندنا زوايا ما بنوصلها فورا، بتلاقي بيقول لك أنا ما بدي أرفع أول جمعة ما بدي أرفع أكثر من 15 سنت بعيد عن الجسم. إذا مارس الرياضة بشكل مستمر مثل ما حكينا مو كتير وزن عالي نرجع بقوله ولا بيكون يعني مثلا إنه حاله يقرر يعمل هيك، فلا لا بيعملها بصير بيقدر زاوي أكثر، بينبسط على حاله كمان ما يزيد. يعني هي نقطة كتير حساسة، ما فينا نبلش علاج لالتهاب مفاصل ونقرر لحالنا انه نحن وصلنا لمرحله منيحه وفينا نعمل شو ما بدنا. اكيد بضل عندك مراجعه استشاري مشان ما تعمل زاويه ترجع تاثر على المفصل. مو بس يمكن كبار السن، حتى الشباب وقت يلاقوا حالهم انه هن عم يقدروا يوصلوا لنتيجه منيحه ومبسوطين بحالهم بيزيدوا ان كان بالوزن او بالحركات او بالوقت. تماما، نحن في عنا مشكله كثير مع كبار السن، هي دائما ننبه عليها انه ما نمل. يعني برجع بقول لك انا الحمد لله خلص كتفي ما عم يجعني، ركبتي خف الوجع. هي خف الوجع لانه العضلات الداعمه مثل رباعيه الرؤوس الخزيه اللي هي كثير مهمه بالمفاصل تبعت الركبه بتصير قويه، هو ما عم يمشي ما عم يعمل هذا النشاط بصير عنده قوه، فهو بيقول خلص انا ما بقى بدي ارجع على الاستشاري. لا لا، هذا الشيء كثير ضروري انه انت بتعمل هذا النشاط كل فتره تعمل مراجعه مشان تعرف لوين وصلت. لانه يعني الطاقه اللي بتوجب بالرجلين بتصير عنده هو بتغره انا خلص فيني اعمل شو ما بدي. هلا في شغله بس كثير مهمه بحب اقول انبه عليها، هي موضوع المشي. كنت اسالك على فكره عن المشي وعن اذا بتنصح فيه، وخاصه للي معهم التهاب مفاصل قد ايه الوقت المسموح فيه حسب كل حاله كيف كمان انه. هلا اذا قلنا بالنسبه لموضوع الاذيه اذا كان بمفاصل الركبه، هلا نحن فينا نبلش مشي خفيف، المشي اللي هو ما في جهد. ما العادي ولا الآلة؟ لا لا مشي عادي. العادي سبب معين، الآلة احيانا خاصه بالتهاب المفاصل نحن قلنا في أذية. يعني نحن بالحالات الطبيعيه بنقول لا مشي على الجهاز او شيء يجبرك على شغله مشان انت ما يكون تعبك انه نفسي او مثلا تعب العضلات او ترويه تنفسيه. لا، هون في مشكله عضويه فما فينا نحن نجبره للمريض مثلا انه يعمل على التريدميل، لان التريدميل هو راح يمشيه حتى لو حس بالوجع ما راح يوقف، هو راح ماشي الجهاز. نحن لا، بنفضل انه يعمل هو مشي طبيعي، يعني مشي عادي. ليش؟ عشان بس تعب فورا يوقف. اوكي، ما يكون عنده مثلا هي الثانيه يعني التهاب مفصل شغله حساسه ما فينا نحن نضغط عليها اكثر. هي نحن عم نعالج، فما فينا نوقف نقول له لا اضغط شوي على حالك، يعني ما انا احترافي العكسي بعدين. تماما، فلا افضل هو مشي. هلا هو ما في يزيد، نرجع لك ما في يعمل مثلا فترات طويله، هو بيمشي بيوقف بيمشي بوقت حسب الجهد. تمام، ما رح يعني اذا بيعمل 15 دقيقه هيكون كثير شيء منيح. كل ما زاد بس نرجع لك ما بدنا سرعه، يعني ما يكون ما ننشط حالنا نقول خلص نحن صارت امورنا كثير مركز، يعني مشي شوي حالنا شوي. دائما نعمل فحص، دائما نعمل فحص مشان انه نضل بالسليم. رامي، بختام حديثنا شو بتحب توجه نصائح لكل الاشخاص اللي عم يتابعونا هلا وعم يعانوا من التهاب المفاصل؟ كثير مهم هي لو ما حكينا فيها اليوم كثير، موضوع هو التغذيه. بس يكون عندنا مشاكل بالمفاصل كثير مهم هو الوارد الغذائي يكون متنوع، يعتمد كثير على الخضار، يعتمد كثير على موضوع الخضار. ليش؟ لانه فيه مضادات اكسده، ويعتمد كمان على موضوع البروتين اكثر، لانه نحن بحاجه في ماده كثير هي مهمه بعلاج المفاصل هي جلوكوزامين، فهو حمض اميني بالنهايه موجود بالاكل. يكون تنوع منيح، وكل ما خف الوزن بخفف الضغط على المفاصل. فنحن هي نقطة كثير بننبه عليها، بس يكون عندك مشكلة بالمفصل حاول تخفف وزنك مشان انت تخفف الضغط على المفصل اللي هو عم يتعب اساسا بالوزن. اكيد رامي، بدنا نشكرك على كل المعلومات والنصايح اللي اعطيتنا اياها، وان شاء الله هيك يكونوا استفادوا منها الشباب والصبايا وكل اعمار الذهب العتيق اللي بنقلهم. شكرا لك. شكرا رامي لكل شيء مثل ما قلنا قدمت لنا بحلقتنا، واكيد بنحكي بحلقات مقبله عن موضوع التغذيه فيما يخص هذا الموضوع. شكرا. شكرا.